امبارح الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أن يوم 11 أكتوبر الجاي هيكون موعد مباراة منتخب مصر أمام منتخب موريتانيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. نادي الاتحاد السكندري أعلن التعاقد مع صانع الألعاب البرتغالي فيليب ناسيمونتو لمدة 3 مواسم، وده ضمن تدعيمات نادي الاتحاد للفريق استعدادا للموسم الجديد في الدوري. منتخب مصر للشباب لكرة اليد توج امبارح ببطولة كأس إفريقيا لليد للمرة 14 في تاريخه، وده بعد الفوز على منتخب تونس بنتيجة 29-25 في البطولة اللي أقيمت بتونس، وبكده بيتأهل منتخبنا المصري لكأس العالم للشباب لكرة اليد 2025. المصنفة الأولى عالمياً اللاعبة نور الشربيني تأهلت امبارح إلى ربع نهائي بطولة باريس للإسكواش، وده بعد الفوز على بطلة هونغ كونغ بنتيجة 3 أشواط لا شيء. كمان تأهل اللاعب علي فرج المصنف الأول عالمياً في الإسكواش للدور ربع النهائي من بطولة باريس للإسكواش، وده بعد فوزه على بطل فرنسا بنتيجة 3 أشواط لشوط. البطلة المصرية فريدة خليل توجت امبارح بذهبية بطولة العالم للناشئات الخماسي الحديث تحت 17 سنة واللي بتستضيفها دولة البرتغال. محمد سند ويحيى خالد لاعبي منتخبنا الوطني لكرة اليد والمحترفين في دوري فلنسي لكرة اليد ظهروا في التشكيل الأفضل للجولة الثانية للدوري، وده بعد ما سجل يحيى 9 أهداف وسجل سند 10 أهداف. نادي أهلي جدة السعودي حقق الفوز على نادي بريسيبوليس بنتيجة 1-0، وسجل الهدف فرانك كيسي، وده في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أسيا. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمصطفى وجمان علشان نكمل معكم فقرات صباح خير يا مصر. شكرا كدينا، شكرا جزيلا. شكرا دينا.